はい、皆さんこんにちは。オマー・アブドゥル・ファターですね。今回はイスラムのお祈りの仕方を教えたいと思いますね。これは多分最初のビデオを作った時からいろんな人たちにお願いされたので、今日は教えて、イスラムのお祈り仕方を教えてって、だからこのビデオを作ることにしました。よろしくお願いいたします。じゃあ始めましょうね。本当に予定しなかったね。ランダムで今してる。今ちょっと下がってるね。ちょっとシンクがちょっと低いから、僕は身長は約何センチかな、約91センチだから、ちょっと腰が痛いのでしゃがんでウォドゥするね。お祈りする前はウォドゥをしないといけないね。アラビア語でウォドゥをという、なんだっけ、洗いみたい、体を洗うことみたいね。神様の前に立つ前にちゃんと体を洗わないといけないね。それはウォドゥ、ウォドゥという、アラビア語でウォドゥ、ウォドゥ。 OK、 ステップバイステップしようね。まずは心の中で志します。例えばこれからウォドゥをします。アラビア語ではナワイトアミルウォドゥリラヒタアラ。でも多分何言葉で、例えば日本語で、インドネシア語で、中国語で、何言葉でもで、ウォドゥ、インテンションできるね。そう、言葉は多分そんなに大切じゃない、関係ない。でもインテンションね、心の中の気持ちが一番大切ね。 OK、 じゃあまずは、じゃあウォドゥをしようね。 OK、 見えるかな。 OK、 まずはインテンションね、心の中で。まずは顔を洗わない、洗いましょうね。はい、スミラヒラフメアナ、多分耳までと、そうこちらまでね。多分全部は濡れるまでに洗った方がいいかもしれないね。そう、耳とかチンも、こちら日本語で分かんない、でもチンまでも、そうやった方がいい。 OK、 次は右手ね。右手はなんだっけ、肘までしましょうね。はい、これでね、見える？ちょっと見えるね。はい、 OK、 ちゃんと全部は濡れるようにしましょうね。 OK、 肘までね。あと左手ね、肘まで。 OK、 あと髪、1回は十分けど、モハンマド伝統は3回ですね。そう、そう、ワン、ツー、これでね、ちょっと水手に入れてから、ちょっと、フリー、OK。あと最後は、足ね、そう、全部は右から、それで、右足から、OK。水がもったいないようにしましょうね。ちょっとだけ使いましょう。足指、なんて、足指という足指の間にもう濡れるようにしましょうね。わかって、そう、OK、こちらまでね。そう、こちらまでですね、こちらまで。
OK。 あと左、はい、終わりましたかな。 OK。 今はちょっと断食してるので、水が口に入ったらダメですね。 OK。 これでウドゥを終わりました。これからこれでお祈りできますね。そう、これはウドゥを毎回しなくていい。でもなんで、例えばトイレ、トイレを借りたら、汚いことをやったらまたもう一回しないといけないね。でも例えば次のお祈りまでにトイレ行かなかったらまたそのままでお祈りできる。そう、わかるかな。あ、そう。でも僕は普通は多分毎回するね。例えばトイレに行ったか行かなかったかわかんない。そう、わかんないから多分毎回やった方がいいね、僕にとってね。そう、じゃあお祈りしましょうね。はい、OK。 まずは心の中で、なんという日本語で、志しますね。例えばこれからズフル、お祈りの前はズフルというね、ズフルを志します。これからお祈りします。そういうことは心の中で声出さなくて心出します。ね、これから本物だから、そう、始まったら話できないね。それで、じゃあお祈りしましょうね。はい。はい。ちょっとメッカに向かってるね、今。メッカ、サウディアラビアのメッカに向かってる。はい。نويت صلي فرض الظهر حاضر لله تعالى الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله
Akbar Rabbi ighfirli Allahu Akbar Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la Allahu Akbar Bismillahir Rahmanir Rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر
رَبِّ اغْفِرْ لِي اللَّهُ أَكْبَرْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى اللَّهُ أَكْبَرْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله じゃあこれでドホルのお祈り終わりました。